وصلنا درب درب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جيناكم اليوم ومعنا طبعا من أجمل وألذ الوجبات العمانية اللي تفوح من هذا المكان التراثي الجميل، وجبت لكم اليوم الأكلة اللي هي المبصلات. تعالوا بيولي وشوفوا مو هي المبصلات. أخبركم الأول مقادير المبصلات: 2 بصل أخضر، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة ملح، وكوبين طحين، وسمن لحمسة البصل، وماي للعجن. نشيل البصل الأخضر اللي يقولوله المعشر في إناء القلي، ونبدأ نحمس البصل. حتى نشوفه إنه صار مستوي. بعدين نضيف عليه الكركم ونحمسه مرة ثانية عشان نكمل عليه. نضيف الطحين في إناء العجن والملح، بس ما تكثروا منه. أيوة، لأن اللي مع الضغط نزلنه بحال الملح واجد. عساكم إن شاء الله بألف عافية، أكيد راح تسويه بمقدار طبيعي. ونضيف بعدين حمسة البصل في الإناء، ونضيف عليه الماء، ونبدأ نعجنها زين ما زين. طبعا نخلط شوية ونعجن شوية حتى تتماسك الحمسة مع العجين وتصير بينهم علاقة أخوية متماسكة. وسخنا الصاج أو الطوبج، صح؟ أيوة كذا. على النار ونرش رشة سمن، ونبقى نحط من الخليط اللي معنا على الصاج إذا شفنا الأمور طيبة، ونقلب على الجبهة الثانية وبهذه الطريقة. يا سلام الريحة كيف تكون معروفة، ريحة حمسة البصل مع السمن. يلا يلا يلا، نعم تضرب على الرأس. يا الله يا الله يا الله، توصل لسابع قار. نعم، ما وصيكم جيرانكم. ايه، هذه النوبة يشم الريحة ما تذوقوه. ورش من بعد السمن العماني الغاوي اللي هو اللي يحب قلبكم وقلبي، رشات بسيطة، ونحط هذا الشيء الغاوي في الإناء، ونروح نقدمه على سفرة الطعام، وقدموا عاد على اللي تحبوه معه من وجبات حسب رغبتكم. وإذا باغين ترشوا عليه شوية عسل بعد ترازين، حد منهم يحبوا بالعسل حد منهم لا، على حسب المذاق. عليكم بالعافية، وانتظرونا بوجبة قادمة إن شاء الله، ومع السلامة.